يعني سمر، كنا عم نحكي تحت الهواء انه خلص والطلاب فحوصاتهم، انتهى الفصل الدراسي وهلا بلشنا بشيء اسمه عطلة انتصافية. العطلة الانتصافية اللي كثير من الامهات بتتخوف منها لانه بتكون من فترة التزام ودراسة بالمدرسة لفترة عطلة وتخربط النظام اليومي اللي حاططه الام ل ابنها كيف بتدرسه. ولكن هالعطلة كيف فينا نحن نستثمرها بطريقة خلينا نقول مفيدة للطفل ومفيدة للأم أيضا؟ أكيد كل هالتفاصيل رح نتعرف عنها مع الأخصائية الاجتماعية ضيفتنا الدائمة رندا عريدي. بيسعد صباحك رندا. يسعد صباحكم، صباح الخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك رندا. بدي بلش معك بالسؤال الأول، ليش كل الأهل بيعتلوا هم العطلة الانتصافية؟ بياكلوا هم يعني كثير برأيك؟ هلأ أنا بردوا يرجعوا على نظامهم اللي كانوا عليه، فهذا الشيء صعب خصوصي للاطفال. وما تنسي كمان انه هي بتكون بعد ضغط كثير كبير من شاغل كل وقتهم بالدرس وبالامتحان، فجاه بتلاقي صار عندهم فراغ، ما عاد في هالوقت اللي كان معبى بالدرس، فبصير في هون مثل هيك فجوه انه وين كان انا منظم، روح على دوام، رد ارجع يدرس شوي، خلص النهار اجى اليوم الثاني. هذا النظام بيتخربط بفتره قصيره وبصير صعب يرجع له بعد هاي العطله. يعني دائما رندا بنشوف الطفل ما بيصدق امتى يخلص فحص لاجت العطله الانتصافيه ويعمل اللي بده اياه، بيقول لامه بيشترط علي انا بالعطله بدي نام هيك، بدي احضر تلفزيون على كيفي، يعني بصير الام هيك بتنضغط حتى من طلباته شو بده يعمل هو بالعطله. كيف هي الام تضبط هذا الشيء نوعا ما، تنظم له وقته، عم انه بيكون مثل انه كان بنظام هيك وطلع خلص بده يعمل كل شيء بده اياه؟ تماما. هلا هو كطفل الحق معه خصوصي بالمرحله الابتدائيه، تماما، لانه بيكون هو في عنده ضغط معين خصوصي بهالامتحانات. هي السنه كان في ضغط معين عليهم وكان في تراكم وكان في ترميم كثير كبير لهم، فهو الحق معه يكون عنده انه خلص انا ارتحت فانا بدي هاي الفرصه. تمام. هون بتجي كمان الام معها حق انه طيب انا ما فيني انزعله هذا النظام، خصوصي انه دائما عم تكون العطلات متقطعه، فلازم يكون في حل وسط بهذا الموضوع. انا دائما بنصح الامهات انه في عندنا روتين معين وساعات ثابته هي غير قابله للنقاش، انه مثلا انا عندي باليوم ساعه تي في مثلا، فهي ما في انه والله لانه عطله او في درس فهي هي الساعه تزيد او تنقص. نعم. نفس الشيء الموبايل او التاب او اي شيء ممكن هو بيلعب فيه. هلا الفكره اللي انا حابه اطرحها بهذا الاسبوع انه نحن نحافظ على نظام النوم البكير والفئه بكير، لانه هي كلها العطله اسبوع، فهي ما لها حرزانه انه ننزع هذا النظام. صير الاولاد يسهروا. طيب بتقلي الام طب انا فاق بكير شو بدي اعمل؟ يعني كان بهذا الوقت لما يفيق بكير يروح على المدرسه، هلا صار طلبه اكثر للموبايل او يقعد على التلفزيون. فانا بقول لها دائما تعمل سيرش على اشياء بسيطه، اوراق عمل، نحن نظام تعليمنا بيعتمد على الورقه والقلم. صح. فانا ما مو صح انه انا اعطيه الموبايل مثلا واعطيه لعبه اللي والله انا حيتعلم عليها، هذا غير كافي بالنظام التعليمي المجدي عندنا بالبلد. لهيك انا بقول لها في دائما تعمل سيرش، تدور على اشياء فيها نمط متشابه ومختلف حسب عمر الطفل، هذا كثير بيساعده. هذا تعليم، ولكن تعليم عن طريق اللعب وعن طريق ورقه وقلم، بتزيد له تركيزه، بتزيد له انتباهه، بتزيد تمييزه البصري، ممكن تمييز السمعي، تعطيه. نعم. كلمات. تمام. جديده. انا قلت لك كلمه فيها هذا الحرف حتسقف، عملت له مثل تمييز سمعي وربطت له درسه بلعبه وفيها مسابقه. نعم. هلا اذا بتقدر تطلعوا من البيت بتقدر يروحوا انشطه معينه، دائما نحن بنعرف بنهتم بهذا الموضوع، في مسرح الطفل بيكون في موجود، في انشطه تفاعليه ممكن تكون موجوده، هذا كان كل عطله انتصافيه يكون موجود. هي السنه يمكن صعب شوي بحكم الوضع العام انه صعب تطلعوا من البيت. أيوة. الامراض او كذا، فدائما هي المسابقات تستفاد من انه في اخوه بالبيت احسن ما. طيب مثلا الولد أو هلا الولد الوحيد مثلا ممكن يكون بالبيت، خلينا نحكي عن انشطه بقلب المنزل ممكن تنصحي فيها الام انه تمارسها مع اكيد مع طفله مشان منه بيغيروا جو، واكيد كمان تتقوى علاقه الام والطفل خلال هاي الفتره برايك؟ حقلك مثلا في نشاط كثير بسيط انه تجيب رسمه
فيها تفاصيل بسيطة ومساحات كبيرة، وتقعد هي وياه تلونها، انه انا حلون هدول الاشياء اللي بتعرف انه ابنها حسب عمره انه ما بيقدر يلونها، وانت حتلون هاي المساحة، اعطته علمته الحدود، علمته التنظيم، علمته بالمستقبل يكتب على السطر بطريقة مرتبة، بدون ما تقرب على شيء اسمه درس، بالعكس شاركته بنشاط حلو، ممكن كثير يساعد كان كثير يساعدها بامور البيت، هذا الشيء التفاعلي كثير لطيف، اذا كان صبي ممكن يساعد ابوه مثلا يجيب بقرات للبيت او باي تفصيل ممكن هو يكون امن وسليم للطفل. في انشطه هي بتعتمد على مثل ورقه اعمال بيكون فيها رسم كبير في تفاصيل، هدول التفاصيل بده مثلا يدور على اشياء مخبايه بهذا الرسم، فهي حسب لها مستويات من ممكن من عمر 3 سنين لل 18 سنه لعمرنا نقعد فيها على الساعه والساعتين نشتغل فيها تمام. وممكن يكون باوقات قصيره، فالطفل انا لما بعلمه يعمل هذا الاسكان على الورقه كلها لما مثلا بالمستقبل بده يبلش يقرا او مثلا هو ضعيف شوي بالقرايه بتلاقيه بينقل من على اللوح سطر بعدين بينقل سطرين او بيكون طبعا. عم بيقرا بالاول بيصير عم بيقرا بالنص هاي التفاصيل بهيك العاب كثير بسيطه ومسليه وما بدها كثير مواد، يعني هي من مواد البيت، هي بس بدها تكلفها بالورقه اللي ممكن تعمل سيرش عليها وتجيبها، فهي اشياء بسيطه وكثير ممتعه للطفل. نعم، يعني ردنا من خلال حديثك لهدول التفاصيل، يعني الام لازم تحط خطه لهي العطله لو كانت قصيره، يمكن كمان لما هي ترجع تتعب في حال رجع الطفل للمدرسه، يعني هي كثير حتتعب، فقديش مهم انه تنظم وقتها، تنظم له وقته مع ايضا اوقات النوم، مو ضروري الولد يسهر يعني لاوقات متاخره، انه بيرجع صعب عليه ليتاقلم مع المدرسه تمام. قديش ايضا مهم انه الشغلات اللي هو مثلا كان ضعيف فيها بفتره الدراسه تقول له انه نحن بخلال هالعطله ممكن نريحك بالفصل الثاني اذا انت درست، قد ايه كمان مهم انه نشوف نقاط الضعف عند الطفل بالفصل الاول لنقدر من خلال العطله ايضا نستثمرها تماما. هلا خلال فتره الدراسه والتحضير للامتحان بتطلع هاي الثغرات عند الاطفال والطلاب، فهي كثير مهم خصوصي اذا شوي واعي الطفل وبيقدر ينظم اموره تماماً. وهي مبلشه معلمته بهذا الشيء، يكون في عندها مثل جدول له تخليه هو يرسمه بايده هو ينظمه، وتقول له اكتب في تحط له براس الورقه زائد وناقص، شوف انت وين متميز، انت وين موهبتك، مثلا انت رسمك كثير حلو فبالصيف نحن تبلش له بالاشياء الايجابيه اللي هو بيحبها، انت بتحب الرياضه حط عند الرياضه تحت الزائد حط رياضه، انه بالصيف انا ححطك بنشاط رياضي حلو، بالمقابل انت ضعيف شوي مثلا بالقرايه او بالحساب حط عند الناقص، هذا بدنا نقويه لحتى بالفصل الثاني نحن ما نواجه مشاكل، حتى تكون دائما متميز. هاي الحوافز الاجتماعيه للطفل بتخليه دائما هو يسعى يكون عنده هدف، نحن بنتعلم نحن ككبار بنتعلم الاشياء لانه بنعرفها هي مفيده لحياتنا وحتعطينا خطوه لقدام، الطفل ما عنده هذا الدافع وهذا الحافز، لهيك نحن بنحاول نزرع له اياه هي بطريقه كثير بسيطه، وهي تحط لها كمان انه هذا ما مو شيء معيب انه نحن نعرف نقاط ضعفنا ونقويها. ممكن كثير فترة هالاسبوع ما تكون كافيه، ولكن حتعلمه يحط خطه مستقبليه نعم. يصير هو يلاقي وقت له انه انا هون ضعيف بدي اقوي حالي، ويطلب هو مساعدتها لتقدر ما تكون هي، نحن للاسف بنفرض انه لا ما في عطله هلا انت مقصر بدك تدرس تمام. انا هون كنت بدي اقول لك على الاهالي العصبيين اللي يعني ما حيخلوا اولادهم ينبسطوا بالعطله، ويمكن مثلا يعصبوا عليه هون، يمكن يعني بهي الوقت يتفششوا فيهم خلال هاي السبع ايام، يعني ما يعملوا لهم نشاطات مشتركه، ما يعملوا هالاشياء الحلوه بصير ما بيشوفوا اولادهم بالمره. طيب كيف ممكن تنصحيهم انه هاي العطله لازم يستغلوها بالاوقات الحلوه مع اولادهم؟ كيف ممكن يعني في ضغوطات حياه كثير كبيره علينا كنا، بس كيف انه يقللوا هاي الضغوط وما يتفششوا باولادهم خلال هاي الاسبوع؟ تماما، نحن قبل بمرة حكينا على التربية الحديثة وكيف تمام. نحن مفهومنا إلها غلط في نقطة، أنه أنا من التربية الحديثة الصح أنه أنا رافقه وأعمل له مجارات وقيادة، يعني أنا بجي معه بعدين بجيبه لعندي، طيب أوكي أنت بدك تعمل هذا الشيء، شو هو أمتى الوقت، كيف أنت بدك، يعني أنا بخليه هو اللي يحط القرارات باختيارات أنا محاصرتها، يعني شو ما نختار من الاحتمالات فهي ضمن النطاق اللي أنا فرضته، بدون ما يكون الشخص الملقي أنه لا أعمل لا بدك تساوي، فدائما
بينفر الطفل، خصوصي هلا صار من عمر بكير عم بيكون تمرده صحيح. وعم بيكون عفارت شخصيته على اهله، لهيك نحن دائما بنسايرهم وبعدين بنجيبهم لعنا بطريقه بسيطه بدون ما يكون هاي المشاحنات وهذا الضغط وما يعود في اي تواصل، بالعكس ما بنصدق امتى نخلص من هالعطله وما بنستفاد منها لا نحن ولا اطفالنا ولا بنعمل هالود البسيط اللي هي لازم نستغله. صحيح، يعني مثل ما ذكرتي رندا شوي يمكن حكينا كثير عن طريقة التربية الحديثة، لكن كمان بتعتمد هالقصة على الأهل، يعني بتقول لك الأم أنا مالي خلق، يمكن تجي لعندكم الأم بتقول لك أنا مالي خلق عم يعمل هيك. طيب يعني من شهر عم بيقولوا لي بعد بشهر في عطلة شو بدنا نعمل يعني هيك لارين هما قد ايه كمان مهم انه الاهل شوي يطولوا بالهم. قالت سمر شغله كثير مهمه انه في ضغوطات حياه عن جد يمكن الطفل ما بيحس فيها، ولكن الاهل اسقاط، عمليه اسقاط بتصير على الاطفال بدون ما يحسوا، قديش مهم يعملوا كنترول لانه بالنهايه رح يرتد لهم يعني سلبا، يعني الطفل ايضا ممكن اذا كان باجواء مضغوطه ومشحونه ما ينتج كل التدريس اللي عم يقدموا له اياه، او حتى اذا حاطين له اساتذه خصوصي راح على الفاضي، فقديش مهم انه يديروا بالهم. انا دائما بقول للام اذا ما شغلتي طفلك حيشتغل فيكي والله يعني عن جد تماما. فانا بقول لهم انه دائما هو فعلا في ضغوطات كثير بالحياه، نحن ما ليش لحتى دائما الام عندها هاجس انه انا كلي لابني، لا حطي مساحه، هذا باللاوعي بيعطيها نوع من الحزن ومن القهر انه انا كل وقتي مو الي، فهون بيصير في عندها باللاوعي ضغط ضغطة حالها وعم بتفرغه بهذا الطفل، لهيك دائما الام تحط مساحه لحالها، دائما كلياتنا لازم يكون في عندنا هاي المساحه اللي نفرغ فيها نكون مرتاحين لحتى بالمقابل نقدر نتحمل هالضغوطات، لانه ما ذنبه الطفل لسه جاي وقت وجاي ضغوطات حيعيشها لاحق تماما. فنحن نحاول ونشارك، يعني الام لازم اذا مضايقه شيء بابنها تشاركه فيه، هذا كثير بخفف لما دائما نحن بنحكي مشكلتنا بتحسيها بتنحل مجرد ما حكيتيها. تمام رندا، كمان كثير مثل ما حكينا ممكن نشاطات، ممكن باشياء بسيطه الام تشارك طفلها، مثلا ممكن يعملوا بلادو بالبيت وهذا الشيء يعني الطفل كثير حينبسط منه، يتشاركوا بالتلوينه وكثير شغلات ثانيه. وقد ايه حلو كمان الام تاخذ طفلها بيوم تخصصه له تطلع برا البيت تشارك معه الالعاب يلعبوا مع بعض، يعني هذا قد ايه مهم كمان بالعطله، يعني انه هذا اليوم كله لإلك. هلا بهي الظروف اغلب الامهات بتقول انه انا وين هلا بدي اروح، بخاف علي مرات بخاف كذا، في كثير نشاط بسيط انه تاخده وتنزل تمشي فيه بالشارع، تحاول هي وياه تقرا شو في كلمات موجوده، تحاول وقدهم يشتروا شيء هو يفوت يقول يطلب هذا الشيء، يسال عن سعره، يروح يشوفه بمكان ثاني، شو هي التفاصيل البسيطه كثير بتكون شخصيه الطفل حتى بعمليات تعليميه والاكاديميه كثير بتساعده، دائما يقدر يحفظ طرقات، يعرف الاتجاهات، هذا كثير شيء اساسي وضروري الى جانب التعليم، ما نحن مو بس صحيح. هدفنا نعلمه يطلع شاطر او بروفيسور او شيء، اكيد هذا الشيء مهم، ولكن في جانب ثاني يكون متصالح مع نفسه، يكون اجتماعيا شخص مقبول، هو كمان يقدر يتقبل كل شيء اختلافات، كل شيء ضغوطات، تكون بنيته صلبه نفسيه لحتى يواجه المشاكل، يواجه التحديات اللي حتكون بالحياه، ما يكون مثل ما عم نقول انه ما بدي انا ابني حدا يضحك عليه بالمستقبل، ولا بدي اياه يكون هو يضحك على حدا، فلازم هي البنيه ما بتتبلور غير لحتى يفوت بالحياه الفعليه، وكثير حلو يكون تحت اشراف الام بدايه لتكون له شخصيته تعتمد عليه لحتى يقدر هو بعدين ينطلق بالحياه. صحيح، يمكن بناء الشخصيه رندا من العناصر الاساسيه لنجاحه بالمستقبل، لانه نحن كثير بنشوف امهات مثل ما قلتي يعني بس بهمها انه ياخذ ابنها العلامه الكامله بالرياضيات طبعا. بالعربي بالانجليزي خلص جاب العلامه الكامله خلص، فهي بغض النظر عن الطريقه تماما بس مهم بصم فهم، المهم هو جا يعني اخذ العلامه الكامله. نصيحه لكل الامهات يلي هلا عم بيتابعونا ويلي هلا بلشوا بالعطله الانتصافيه. هلا بدي احكي على موضوع انه انا بيهمني ابني بس يحفظ،
دائما نحن بنشتغل باليات التعليم عندنا بس على الجانب الحفظي والذاكره، وبنغفل الامور الثانيه اللي هي اللي بتعتمد على باقي الحواس، بتعتمد على باقي التكوين الكامل لعمليات التعليم. دائما انا بقولها لما علمتي شغله دائما التعليم تعميم، حاولي تعممي له اياها من الاشياء الموجوده بالبيت، تعلم نمط بكتابه مثلا مثلث دائره، ارجعي على البيت علميهم معلقه وشوكه. هذا التعميم البسيط اللي بيكون على عمر بكير من المواد الحياتيه بيفتح كثير قنوات بالدماغ، بيخليه للمستقبل ما يكون بس شخص مثل الاله عم بيعمل سكان ويحفظ ويمشي تماماً. بالعكس يكون شخص تفاعلي قدران يمشي بهالحياه. اكيد رندا، شكرا لك، شكرا على معلوماتك الحلوه كثير، وان شاء الله اكيد كل الامهات استفادوا اليوم من كلامك. ان شاء الله، شكرا لك. شكرا لك رندا علي، شكرا لك.